السلام عليكم، حسين بيات وياكم من قناة استخراج الذهب. شلون راح يكون عن اليوم عن جهاز الجارد فينكوش 540 برو. الجهاز جايب كذا سيريز 330 440 540 540 برو. نزل فيديو قبل كم شهر اول ما نزل الجهاز عنه، وهسه راح معلومات مختصرة عن الجهاز اوريدي شارحها شنو يفيد وعن طريقة التشغيل، ياما راح يكون بهذا الفيديو والفيديو القادم. الجهاز الفانكوش 540 برو او اي جهاز فانكوش من هذا السيريز يستخدم في الكشف عن الكنوز والدفاين لعمق اقل من متر. يعني اذا انت هاوي تريد تدور على البحر، تدور عن عملات، مضيع لك شغلة بالبار، تريد تدور على حاجات خفيفة تكون مبتدئ لعمق يتراوح خلينا نقول أقل من 70 أو 80 سنتيمتر لو كان الهدف كبير. إذا كنت تدور على عملة معدنية راح يجيب لك 20-30 سنتي 40 سنتي على حسب حجم الهدف. يعني لو شيء بحجم ساعة بحدود 35-40 سنتي، تمام؟ ركزوا لي بهالاعماق لان لا واحد يجي بعدين يقول لي ما ذكرت هالشيء وما قلت هذا الشيء، لان غيري نفس الجهاز يقول لك 6 امتار. ندخل لكم على مكونات الجهاز اللي هو راح يكون بطبق اضافي وغطى الشاشه، بطاريات قابله للشحن، شاحنه، سماعه بلوتوث مثل ما ذكرت، طبقين راح يكون. ال 540 العادي يجي طبق واحد سماعة عادية، ال 440 بدون بطاريات قابلة للشحن وهي بطاريات عادية، وهسه راح اشوفكم اياها. هذا الكرتون، هذه مكونات العلبة مثل ما شايفين، سماعات البلوتوث، شنطة حماية الشاشة، بطاريات قابلة للشحن، بطاريات عادية حتى لو تستخدم انرجايزر، لو اشتريت الموديل العادي وما ويا بطاريات شحن تقدر تستخدم بطاريات العادية، وهذه راح تقاوم على هذا الجهاز 1.2 فولت 2450. هاي راح تمشيك اكثر من 14-15 ساعة استخدام متواصل. كتيب التعليمات اللي انا انوب عنه، شداد اللي يمسك الايد، شاحنة، وهذا الجهاز. عندكم الطبق الصغير والطبق الكبير، راح اركب الطبق الصغير للسهولة. واخوان الجهاز هذا ما يصلح نهائيا للذهب الخام، ما ممكن تستخدمه للذهب الخام. You cannot use it for natural gold. بعد بكم لغة ترضون اقولها؟ هذا الجهاز العصاية تتأكد انه الفتحات على الجنبات، خليه على الطول المناسب، تفتح هذا تركب الطبق بهذا الشكل. الواشرات الإضافية اللي موجودة ويا حاول تحافظ عليها لأن راح تحتاجها بعدين، خزنها بمكان معين.
هذا الجهاز راكب. بقى عندك خطوة واحدة تسويها، تلف الكابل تربطه بهالمكان وانتهت. شغلة أخيرة، موقع البطاريات. من هنا تركب البطاريات. البطاريات هذه ضاعت، طارت، اختفت. تقدر تركب أي 4 بطاريات عادية راح تشغل الجهاز. وهذه القطعة تركب هنا. الفيديو الجاي هو عن البرمجة وشرح البرمجة.